التيار الدوري على عكس رياح الصحراء الغربية، ففيما تفتتح دول مثل غينيا والجابون وجزر القمر سفاراتها في الداخل بالصحراء الغربية، تراجعت بوليفيا عن دعمها لجبهة البوليساريو والمطالبة باستقلال الصحراء. يقودنا هذا إلى فتح ملف الصحراء الغربية والتي لطالما استمدت قضيتها الدعم من المعسكر الاشتراكي، دعم يبدو أنه يتقلص مع انحسار هذا المعسكر من جهة وتغليب الأطراف الضالعة مصالحها الاقتصادية والاستقرار السياسي من جهة ثانية. رحيل الاستعمار الإسباني عام 76 عن الصحراء الغربية التي تحدها كل من المغرب والجزائر وموريتانيا خلف ثغرة سوداء في الخارطة، ولاعبين بين مد الأنظمة السياسية وجزر العلاقات الاقتصادية. المغرب الذي يزحف عسكريا وسياسيا وثقافيا إلى رمال البلد يسيطر على نحو 80% من مساحة الصحراء الغربية ويطالب المجتمع الدولي ببسط سيادته عليها، بينما تسيطر جبهة البوليساريو على ما تبقى وتطالب بحق تقرير المصير عقب تأسيسها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. عام 79 انسحبت موريتانيا حليف المغرب من الصحراء الغربية عقب معارك طاحنة مع جبهة البوليساريو. عام 91 رعت الأمم المتحدة اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، وتعترف الأمم المتحدة بالجبهة كممثل شرعي عن الصحراء الغربية، وتحظر أي اتفاق تجاري وسياسي يخص المنطقة المتنازع عليها دون موافقة الجبهة. وعلى الرغم من عدم اعتراف دول الأعضاء في الأمم المتحدة رسميا بسيادة المغرب على كافة أجزاء الصحراء الغربية، إلا أن عددا من الدول تدعم السياسة المغربية فيما يخص الصحراء الغربية، وعلى رأسها دول الخليج فرنسا وإسبانيا التي تحتفظ بالحياد حينا وتتخلى عنه في أحيان أخرى، إذ تعتبر حليف المغرب الاقتصادي الأكبر مع وجود أكثر من 800 شركة إسبانية عاملة في المغرب، فضلا عن اتفاقات تجارية تعقد بالتنسيق مع فرنسا أيضا وتخص ثروات الصحراء الغربية تجاوزا للأعراف الدولية. وتعتبر الأزمة حول الصحراء سببا في العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر التي اكتسبت لقب الحرب الإفريقية الباردة في ظل دعم الجزائر للبوليساريو واحتضانها لعشرات آلاف اللاجئين الصحراويين الذين فروا من المعارك الطاحنة. أما ليبيا التي كانت من أولى الدول الإفريقية التي دعمت الجبهة سحبت اعترافها رسميا به عام 84، وبينما تحافظ روسيا على موقف غامض تجاه القضية وتأييدها للضغط على أطراف النزاع، سحبت بوليفيا رسميا اعترافها بشرعية الجبهة ومسعاها لاستقلال الصحراء كجزء من إعادة صياغة السياسة الخارجية للبلاد مع تنحي الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس. ولوضع حد للأزمة المتقلبة اقترح المغرب حكما ذاتيا للصحراء الغربية مع الحفاظ على رموز المغرب كالنشيد الوطني والعلم والعملة، ما أيدته فرنسا ورفضته البوليساريو لاعتباره سلبا لحق تقرير المصير. أما بالنسبة للقيام باستفتاء شعبي لاستقلال الإقليم وافقت عليه كل من المغرب والبوليساريو في البداية، لكن سرعان ما تكسر الاتفاق أمام عقبة هوية الناخبين. تقسيم الصحراء ما بين المغرب والجبهة مقترح أممي رفضه الطرفان لدواعي مبدئية. ومؤخرا افتتحت دول إفريقية وعلى رأسها غينيا وجزر القمر قنصليات في الصحراء الغربية، ما نددت به جبهة البوليساريو واعتبرته امتدادا للحضور المغربي غير الشرعي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر خدمة سكايب من الأردن السيد عمر الرداد الخبير في الشؤون الاستراتيجية، ومن استوديوهاتنا في باريس الدكتور يونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد السياسي. اسمح لي بأن أبدأ معك دكتور يونس. على مدار الزمن يبدو بأن هذه الأوراق وبطاقات الدعم لجبهة البوليساريو بدأت تتساقط الواحدة تلو الأخرى وصولا إلى النقطة التي اختتم فيها التقرير كما تابعنا، أي الخطوة التي قامت بها بوليفيا إذا جبهة البوليساريو. هذه البطاقة الدعم ما هي كانت بالضبط للجبهة وما الذي يحصل معها؟ يعني هي بكل تأكيد أنه كان في دعم موجه لجبهة البوليساريو من طرف مجموعة من الدول، من بينها دول الجوار، من بينها الجزائر في فترة كبيرة ولازالت، وكذلك كانت ليبيا معمر القذافي كانت من بين الدول المساندة، وبعض الدول اللي كان عندها نزعة يسارية خاصة في إفريقيا وكذلك في أمريكا اللاتينية. ما حدث أنا أظن أنه في مجموعة متغيرات، ربما ما حدث يعني في بداية التسعينات بتحول العالم إلى العالم الغربي للرأسمالي ونجاح المغرب في تحقيق دبلوماسية
سياسية متوازنة ومنفتحة على مجموعة من الدول، جعل من الأطروحة المغربية تبدو أكثر جدية وأكثر واقعية بالنسبة في المجتمع الدولي، خاصة مع مقترح الحكم الذاتي الذي كان اقترحه المغرب في بداية الألفية، واللي كان يعني كل يشيد به كحل أممي يمكن أن يناقش بما فيهم الأطراف الصحراوية أو أطراف بعض أطراف داخل جبهة البوليزاريو التي قالت أنه مقترح يمكن مناقشته، هذا بالإضافة إلى مساندة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المقترح. هناك مجموعة من النقط مؤخرا كذلك يجب تسجيلها. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، هذا كان يعني نجاح دبلوماسي كبير، يعني رجح كفة المغرب وجعل بعض الدول تغير مواقفها، مثل مثلا مالاوي وزامبيا اللتين سحبتا اعترافهما بجبهة البوليزاريو، وكذلك بعض الدول التي اتجهت إلى فتح قنصليات في الأقاليم الصحراوية مؤخرا كحالة جزر القمر وكذلك غينيا، هذا بالإضافة إلى الانفتاح على دول أمريكا اللاتينية السلفادور وبوليفيا. هذا يؤكد على أن هناك عمل دبلوماسي حثيث من طرف المملكة المغربية يتجه نحو طرح أفكار حقيقية متعلقة بهذا المشروع، بمشروع الحكم الذاتي. وهناك فعليا نهاية لأسطورة المظلومية أو خطاب المظلومية الذي استعملته البوليزاريو لسنوات بمساندة الجزائر، هذا أصبح يعني شبه منتهي. هنا في نقطة يعني أحب أن أذكرها، هي متعلقة بالظرفية الحالية. يعني البوليزاريو حاليا يعني هي أكثر تعنتا مع كل المقترحات التي يقدمها المغرب والتي تقدمها الأمم المتحدة، وهذا راجع بشكل أساسي للوضع السياسي حاليا في الجزائر بحكم أنه وضع متأزم، وضع مرحلة انتقالية، ما زال هناك حراك مستمر، لا يعرفون مدى قوة الدولة الجزائرية لحد ساعة، من هي الأطراف التي سوف تساندهم إذا كانت هناك مساندة. فهذه حالة عدم الاستقرار الجزائر تؤثر بشكل كبير على الموقف البوليزاريو ويجعلها ترفض الدخول في مفاوضات التي طرحها المغرب، وهي مفاوضات تضم كذلك الجزائر وموريتانيا بحضور مراقبين من إسبانيا ومن فرنسا. نعم. ومن الولايات المتحدة. نعم دكتور، أريد أن أعطي المجال قليلا أيضا للسيد عمر، أنت قدمت معلومات وصورة شاملة لكل ما يحدث. سيد عمر، أريد أن أتعمق أكثر في هذه الأطراف الضالعة، كما تفضل دكتور يونس هناك القوى المحسوبة على اليسار والمعسكر الاشتراكي كانت تدعم البوليساريو، لكن على أي أساس كانت تدعم هذه الجبهة، وعلى أي أساس كانت تدعم جهات أخرى مثل الملكية أو ذات توجهات سياسية أخرى، المملكة المغربية، والآن الربيع ما أصبح يعرف بالربيع اللاتيني، كيف سيلقي بظلاله على الأحداث في المغرب؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. أعتقد اليوم أن مسألة جبهة البوليساريو بالفعل كما تفضل ضيفك من باريس مرت بمرحلتين دقيقتين. المرحلة الأولى ما قبل عام 1990، أي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث كان محمد ولد عبد العزيز الأمين العام للجبهة، وفكر الجبهة كان فكر يسار وفكر ماركسي، وهي منسجمة إلى حد كبير مع الاشتراكية بالجزائر ومجموعة الاشتراكية الدولية. والمرحلة الثانية حقيقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار الاشتراكية بمفهومها الكلاسيكي، انتقلت جبهة البوليساريو وبعد وفاة محمد عبد العزيز، والتغيرات اللي حصلت في كل اليسار العربي بمختلف المناطق، سواء في شمال إفريقيا أو في آسيا، بتلك الانتكاسات الحادة جدا، هذه الانتكاسات انعكست على علاقات وتحالفات جبهة البوليساريو، خاصة عندما نرى ما يحدث في بوليفيا، الإطاحة بموراليس وأيضا الإطاحة بالرئيس فابنزويلا وتوجه البرازيل الآن نحو جهة اليمين، هذا كله يمكن أن يؤثر. بالضبط، بلا أدنى شك أن الانهيار باليسار العالمي اليوم والذهاب إلى يعني أيديولوجيات جديدة مختلفة، حتى ليس أيديولوجيات نستطيع أن نقول أنه تم قتل الأيديولوجيا وتجاوزها لصالح قضايا مطلبية، وتقديري هذا ما أدركته المملكة المغربية الآن بناء المواقف السياسية واستطاعتها تحقيق هذا الاختراق بعلاقاتها سواء مع الاتحاد الإفريقي أو مع الدول الأوروبية التي أصبحت بالفعل توازن بين علاقاتها الاقتصادية وعلاقاتها السياسية مع المغرب وتعاملها ومواقفها تجاه قضية الصحراء المغربية، خاصة أن المغرب حقيقة كان مرنا بتقديم فكرة الحكم الذاتي، وهذه الفكرة فكرة الحكم الذاتي يبدو أنها تتسيد المشهد في مناطق كثيرة من العالم باعتبارها
تؤسس لكثير من مناطق العالم كما نرى في سوريا ونرى في العراق. نعم، هو مطرح ايضا، هو مطرح على السكان في جبهة في الصحراء الغربية. اعود لك دكتور يونس، تحدثت عما وصفته بهذا الانجاز الدبلوماسي للمغرب، هل هو فقط يقتصر على انجاز دبلوماسي ام ان هناك دولا مثل الدول الاوروبية والتي تفضل وتعول على ركائزها الاقتصادية وأواصرها الاقتصادية من المغرب، خاصة وأننا نعلم أن هناك الكثير من الشركات والمصالح الاقتصادية والشركات التي تستخرج الفوسفات من الصحراء الغربية؟ يعني مثلا الموقف الفرنسي واضح جدا، فرنسا أكبر داعم للمغرب في قضية الصحراء، وهي دولة ترفض تماما وجود دولة سادسة في دول المغرب العربي، وهذا يعني شكل واضح، لدرجة أن فرنسا استعملت الفيتو في أكثر من مرة داخل أروقة مجلس الأمن فيما يخص قضية البوليزاري وقضية ما يعرف بمخيمات تندوف، وهي المخيمات التي تقيمها الجزائر لما يعرف باللاجئين الصحراويين. في نفس الوقت كان هناك اختراق مهم من طرف المغرب برجوع مجموعة من العناصر الصحراوية التابعة لجبهة البوليزاريو إلى 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 حضن الوطن وتسوية أوضاعهم، وفتح يعني فتح نقاش حول هذا المقترح الذاتي بأمثلة موجودة في المستوى الأوروبي مثل حالة موناكو، مثل حالة اليوم في إسبانيا يتم مناقشة هذا الأمر على العديد من المستويات مثل دول الباسك أو حتى في كاتالونيا، في العديد من المناطق هي صيغة تحافظ على هوية المنطقة، تعطيها استقلاليتها، قدرتها على إدارة مواردها بشكل مستقل، لكن بدون وجود لأجهزة أمنية أو عسكرية لهذه المنطقة. لكن دكتور يونس، يمكن هنا خشية، هناك خشية دكتور يونس، هناك خشية من أن هذه الدول ربما تبتز هنا المغرب، تقول حافظي على مصالحنا الاقتصادية هناك في الصحراء الغربية، وإلا سوف ندعم الجهة الأخرى البوليساريو. هل هذا متواجد؟ هل هذا السيناريو موجود؟ لا اظن بهذا الشكل المعبر عنه، لانه يتظل يعني مثلا الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، حتى مثلا روسيا اللي هي اكثر قربا للجزائر باعتبارها اكبر بائع للسلاح للجزائر وعندها علاقات اقتصاديه مع الجزائر وكانت ممثله للمعسكر الشرقي، هي او المعسكر الاشتراكي، كانت هي يعني لا تعترف بجبهه البوليزاريو لانه علاقتها الاقتصاديه مع المغرب فيما يخص مثلا مجال الفوسفات او حتى مجموعه من المجالات ذلك الصيد البحري تظل جد قوية. فهنا يعني هناك مفترق للنقط يجب فهمه وإدراكه في هذه المرحلة، هو على أن حتى الدول اللي كانت مساندة، وهنا أقصد الدول الإفريقية أو دول أمريكا اللاتينية، هي بحكم التغيرات التي تسرع يعني في العالم من عولمة من انتشار الديمقراطية، تتجه يعني في نظرية فوكوياما، فكرة الديمقراطية الليبرالية، أنه هي منتهى هذا العمل داخل هذه الدول، وعلى أن الواقعية السياسية الريال بوليتيك هي أهم مقاربة حاليا لمواجهة المشاكل والصراعات. أنا أظن أن المرحلة المقبلة سوف تشهد يعني بحكم التغيير الذي يحصل حاليا في الجزائر، أظن أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مفاوضات على مستوى المغربي والجزائري لحلحلة هذا الموضوع، لأنه لا يناسب أي طرف من هذه الأطراف أن تظل هذه الحالة من الصراع في منطقة تبدو خطيرة حاليا، يعني بالمتغيرات الأمنية الموجودة فيها حاليا. اسمح لي أن أتوجه لسؤال أخير إلى السيد عمر. سيد عمر، الآن الجزائر أين هي من كل هذا؟ هل سوف تتمسك بموقفها الداعم للبوليساريو؟ أليس من مصلحتها أن تقوي علاقتها أكثر من المغرب؟ أم لها مصالح استراتيجية أخرى مع الصحراء الغربية؟ أشكرك على السؤال المهم جدا حقيقة، وسؤال استراتيجي وعميق. أعتقد الإجابة بكل بساطة ستكون مرهونة بمآلات التحولات التي تجري بالجزائر حاليا. نحن نعلم أن هناك حراك وهناك محاولة لتغيير السلطة وجرت انتخابات ورئاسة جديدة، والسؤال المطروح اليوم بالجزائر تقديري تجاه الموقف تجاه البوليساريو أنه مرتبط بموقفين داخل الجزائر. الموقف الأول هو موقف المخابرات الجزائرية والأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية، أو بمعنى آخر لنقل الدولة العميقة، وهي التي صدرت بيان بالأمس، بعض هذه الأطراف صدرت بيان بالأمس، وزارة الخارجية، وكان بيان موضع انتقاد، طالب الدول اللي فتحت قنصليات في الصحراء المغربية تتبع لسفارات في الرباط بالعودة عن قرارها واستمرار الاعتراف بجمهورية الصحراوية. هذا اتجاه، وأعتقد أن التحولات التي تجري بالجزائر ربما تنتج أيضا اتجاه آخر يطرح تساؤلات عميقة اليوم. لماذا يتم إغلاق الحدود مع المملكة المغربية باعتبارها دولة جوار، ولماذا لا تفتح هذا الحدود ويتم تطبيع العلاقات
بين البلدين. التيار الثاني هذا الذي أتحدث عنه كان من الملفت للنظر قبل أيام أن تصدر تصريحات عن الأمين العام السابق لجبهة التحرير الجزائرية، جبهة التحرير الوطني، صدر تصريحات في إحدى الصحف اللندنية يقول فيها أن الصفاء المغربية هي تتبع للمملكة المغربية، وأن الدعم الذي تم كان خطأ تاريخي وضمن حسابات تاريخية، وأنه لا يجوز. قادم الأيام كما قال الدكتور يونس، الأيام القادمة سوف ربما تحمل الجديد فيما يتعلق بالجزائر والمنظومة الدولية. سوف أكتفي بهذا القدر لضيق الوقت للأسف. السيد عمر الرداد خبير الشؤون الاستراتيجية من الأردن كان معي عبر خدمة سكايب، وأيضا انضم إلي الدكتور يونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد السياسي من استوديوهاتنا في باريس. شكرا جزيلا لكما.